كي لربيع صيف 2012 الأربعاء بعد أول مرة على الام تي في. ويندو ويدنج دوت كوم هو عنوانكم مشاهدينا، اذا حابين انكم تزوروا هالويب سايت وتشوفوا كل التفاصيل اللي بتتعلق بالاعراس، الافراح، الاحداث الكبيره واي شيء حابين تنظموه، كل التفاصيل بتلاقوه على السايت. واذا ما كثير انتم اصدقاء مع الانترنت فيكم تتابعونا كل يوم بهالوقت بويندو ويدنج لتعرفوا على مجموعه كبيره من الضيوف اللي بتعطيكم كل هالمعلومات اللي انتم بحاجه لها. اليوم ضيوفي هن ساندي غاوي وليليان استيفان. ساندي غاوي هي مانجينج بارتنر بسانت بيرل، وليليان استيفان هي ماركتينج كوردينيتور بنفس الشركه، شركه بتهتم بكل انواع الايفنتس وتنظيمها. صباح الخير، اهلا وسهلا فيكم. ساندي، سانت بيرل هي عباره عن شركه بتهتم بشو؟ اعطينا هيك. نحن شركه ايفنتس ويدنج كوردينيشن، كل شيء من اي لزد. عندنا بننظم ايفنتس، سيمينارز، conferences, exhibition, all kinds of events. يعني نحن بنشتغل على personalized event. يعني بيجوا العالم لعنا عندهم بدهم يعملوا any kind of event، نحن بننظم لهم اياها مثل ما هن بدهم. يعني الفكره اللي بدهم اياها بنجرب نطلع بافكار جديده لكل event. صار في كثير ليليان يعني competition بهذا الموضوع، وشركات الايفنتس واللي اللي بيعملوا organization والwedding planners وهيك عم بيزيدوا نهار عن نهار بلبنان. صار كثير دارجه انه يجي حدا بروفيشنال هو ينظم لك اللي انت بدك تعمليه. بس كل شركه هي يعني بتتميز عن غيرها بشيء. نحن مثلا كثير بنهتم انه يكون هذا العرس كثير بيرسوناليزي، كثير هي يلي بدها اياه، ويكون سبيسيال غير عن كل الاعراس اللي بتشوفيهم برا. يعني كل عرس انه كل شيء هيك التراتب ماشي ورا بعض، ونحن بنقدر نشتغل على شيء جديد، شيء سبيسيال، حتى التيم يكون كثير غير، نطلع عن الاورديناير. يعني بتعمل شوي بتعملي اشياء شوي مجنونه اكيد. شو اكثر شيء بينطلب منكم ساندي؟ عم نشوف صور كمان لايفنتس انتم منظمينهم واعراس. هلا في عرسان بيجوا لعنا بيقولوا لنا عنا هذا البادجت، اعملوا اللي بدكم اياه. وفي عالم بيجوا بيقولوا لنا نحن بدنا نشتغل معكم، يعني بدنا نعرف كل شيء عم بيصير. احنا بالتو ويز ما عندي مشكل، يعني بنساعد العرسان، بس نحن بنجرب نقول لهم انه بدنا نطلع بافكار جديده. يعني يحسوا العالم بس يجوا يحضروا عرس لو بيزيت الفانيو يقولوا لا هذا العرس فيه شيء غريب، هذا العرس جديد، يعني افكار جديده. يعني بتشوفي كورد، كديسبلاي، ك حيلا. اكثر شيء بينطلب منكم بسانت بيرل اعراس؟ تنظيم اعراس؟ لا، عندنا ايفنتس، نحن كل فتره بنعمل ايفنت، يعني عندنا سيمينارز، عندنا كونفرنسز. بنشتغل نحن كل شهر نطلع بفكره ايفنت، يعني على كريسماس عملنا سبيشال باكجز، على فالنتاين عملنا بريكفاست بوكس، وهلا على عيد الام كمان عاملين ايفنت. يعني كل فتره بنطلع بايفنت جديد. هلا ليليان بتخبرنا على عيد الام شو عاملين. العرس لما بتقولي بتقدمي سيرفيس ووادينج بلانرز، بتكونوا شو الانكلودد بهالسيرفيس؟ شو بتقدموا ضمن خدماتكم؟ بنقدم فانيو، زفه، انترتينمنت، الورد، الساوند، اللايتنج، كل شيء معقول تطلبه العروس بعرسها بيكون موجود. كله فيكم تأمنوه. كله فينا موجود. وعندكم عدة تشويسز، يعني إذا العروس بدها تشوف عدة طرق للتزيين الورود، عدة ما بعرف سيارات، ميوزك ديجيز. نحن بنقدمنا للعروس كذا أوبشن، يعني بتجي لعنا بتقول لي مثلا أنا ساندي بدي أعمل عرسي مع سانت بيرل بكل شيء نظمه. بنقدم لها ثلاثة كونسيبت. أول كونسيبت تجي هي بتشوفه، ما حبيته بنعطيها كونسيبت ثاني، ما حبيته بنعطيها ثالث كونسيبت. يعني قد ما فينا نكون انه العرس هي مثل ما هي بدها اياه. بتكون ضايقة كمان العروس، مش عارفة شو بدها تعمل، بدها مين يعطيها هيك أفكار. بيكون العرس هي لها، تحس انه هيدي الفكرة اللي طلعنا لها فيها بتماتشز هير نيد، يعني هير بيرسوناليتي. ليليان، منين بتجيبوا أفكاركم؟ كيف بدكم تخترعوا وتكونوا هيك خارجين عن المألوف ومش تقليديين؟ بنمشي نحن يعني حسب، مثلا بنشتغل على حسب مثلا العروس شو بتشتغل. في مثلا عروس وعريس بيشتغلوا اثنيناتهم دومين، اثنيناتهم فارماسيان، او اثنيناتهم دي دكتور، او اثنيناتهم بتستوحوا شوي منهم، حسب منه من كاركترهم. بنشتغل بنضل اب تو ديت نحن وياهم على كل شيء، يعني حتى هن بحبوه. طيب كيف واحد بيعمل لحتى الامور ما تشبه بعضها، يعني بالاعراس انه حتى اذا غيرت التيم مرات هالك رياتي، يعني ايام نظهر معهم للعرسان نتغدى او نتعشى معهم تنعرف هن شو بحبوا. بس نعرف هن شو بحبوا بتصير اهين علينا نعمل لهم هن، يعني العرس اللي بيطبقهم. اوكي. كنت عم تقولي كمان بتعملوا شوكولا للاعراس خاصه بالعرس وهيك، هذه الاشياء مش مكلفه انه يكون فيها هالقد
انه مثلا تعملي شوكولا خاص بس لهيدا العرس او اشياء بس بيرسوناليزي بس للعرس؟ اكيد بس بيكون كثير سبيسيال. يعني بنبلش نحن من اصغر شيء يلي هن الشوكولا بنكمل معهم للاخر، يعني لنشوف من وين نحن بنفوت بالتي ديتاي معهم. فينا نشتغل على التام، بنبلش من الشوكولا، مش نجيب شيء من هون شيء من هون شيء من هون، بنبلش نحن وياهم نشتغلهم. وساندي قبل بقد ايه وقت لازم يكونوا عندكم العرسين لتنظموا لهم هيك شيء؟ حسب، اذا فول ويدنج كوردينيشن بدهم يجوا لعنا قبل 6-7 اشهر، إذا ويدنج داي كوردينيشن قبل بشهرين. بس نحن الفول ويدنج كوردينيشن يعني كل شيء عم نشتغل معهم. ويدنج داي كوردينيشن يعني في عنا بيجيبوا لك مثل ما كنا عم نحكي قبل، نحن بس بدنا حدا ينظم لنا نهار العرس قبل 3-4 تجمع اذا فيهم او اكثر. شو بتقدروا تنظموا ساعتها؟ بس انتم ما بتكونوا مسؤولين عن شيء، يعني ما بتكونوا انتم عاملين ولا اضاءه ولا مختارين فنيو ولا لا، نحن بنساعدهم، بكون هن نختاروا، نحن بنساعدهم انه نهار العرس يكون البروجرام اللي نحن وياهم اشتغلنا عليه بيطابق اللي كانوا اوريدي على الارض. شو بيكون فيه بالبروجرام؟ يعني البروجرام بيكون اعتبر السيريموني، الزفه، اي ساعه بدها تفوت، اي ساعه بده يبلش العشاء، اي ساعه بده يبرموا على الطاولات، اي ساعه اذا عاملين موفي او حيالها شيء انترتينمنت زياده، نحن بنكون على الارض تنطبق انه على البروجرام عم بيمشي. يعني على بتقبلي الطبقه اذا حدا تاني هو مقرر العرس وعامل بروجرام لاله، هن بيكونوا مقررين، بتراقبوا هالتطبيق. يعني العرسين بيكونوا مقررين كل شيء، نحن بنكون على الارض عم ننظم، واكيد بيكون معي الاوتاسيت تبعولي. ونهار اللي انتم بتكونوا منظمين العرس كيف تهتموا فيه؟ ليله العرس كيف بتكون الاهتمام؟ بنبلش من الصبح بكير، في كمان عرسين بيطلبوا منا انه نكون مع العروس ببيتها. بنبلش من الصبح ببيتها معها لحتى اللي تعمل المكياج، شعراتها، تلبس، يبلش الفوتو، نظهر، تتصور هي والعريس، حيلا شيء، بنكمل معها كنيسه او فانيو عادي، بنكمل لا تخلص السهره. للكيك. وبكون في كمان اوتاسات ومرافقين كل هلا. نحن عندنا بالاضافه للاوتاسات عندنا كذا سيرفيس، يعني عندنا الكول باك سيرفيس، عندنا الكونفرميشن كول اللي هي كمان بنهيئ لهم حياتهم. ايه يعني بتجي العروس بنحط اسم الشركه سامبل على الكارد، بصير العالم يتفقوا لعنا على الشركه ياكدوا جايين ولا مش جايين. وبلس قبل بجمعه من العرس نحن بنرجع بنترفن لكل العالم، بنرجع بنأكد، لانه اهم شيء السيتنج، يعني بس يوصل العالم يكونوا عارفين انه هن جايين على العرس، ويكونوا عارفين وين بدهم يقعدوا، مش انه يوصل اكزاكتلي وين رح يقعدوا مزبوط، ومش انه يضيعوا البنات. يكونوا بطريقه منظمه. عاملين ايفنت لعيد الام، بما انه كل ما كان في هيك احتفال او عيد بتعملوا ايفنت، شو هو هالايفنت اليوم، شو الهدف منه؟ بلو 17 رح نعمل مثل صبحيه للامات، كل دوموازيل او مدام تقدر تعزم امها، وهي اذا كانت ماما كمان بتقدر تجي. هيدا ايفنت انه لنشكر اللي ماما، ويعني انه احنا اهتمينا فيهم، وبحق لهم انه يطلعوا صبحيه او نهار كامل يعني ينبسطوا ويعيشوا نهار فري. اوكي، وهيدا الايفنت رح نعمله لو 17، وراح يكون انه الافانتاج اللي فيه حتى راح يكون في قصص انترتينمنت للاولاد. يعني الام تقدر تجيب اولادها معها، نحن بنهتم بالاولاد، وهي تقعد تكون مبسوطه، وهي بتقدر تقشع اولادها شو عم يعملوا هيك، وتكون قاعده مرتاحه. ريحتوا هيك الستات اللي صاروا مع اولادهم. اي، وانا بهالمناسبه بدي اشكر هانكل مدام شيزان، وبدي اشكر مسيو جوزيف نصار، هن اللي ساعدونا لحتى اللي نعمل هيدا الايفنت. الايفنتس اللي جايين بالصيفيه بلشوا ينحجزوا من هلا؟ ايه اكيد. في كثير ايفنتس هالصيفيه، و منيح شو بيطمن عال. ايه في كثير اعراس، وبلس كان بدي اقول نحن كمان عاملين نيو بورن كونسبت مره قبل بالبرزنتيشن، بنفوت مثلا لنساعد العالم انه مثلا مش شيء كلاسيك حتى للولادات. يعني مثلا في ايفنت انعملت كانت ماكينه الخياطه هي الستاند، يعني انحطت على كل الشوكولا كان عليهم فلور من كروشيه، زر، كل شيء خاصه بماكينه الخياطه. يعني شيء هذا كان اوردين. ايه يعني حتى اللي بيولدوا بيقدروا يلجأوا لكم وانتم تقولوا انه شيء اوردينار، شيء مش موجود قبل بالسوق. يعني ما تخيل ما كنت خياطه محطوطه علي شوكولا. شو يعني الايفنتس الثانيين اللي بتنظمون غير الاعراس ونيو بورن اللي ذكرتهم ساندي ليليان؟ بننظم نحن بنعمل كونفرنسز، بنهتم حتى اذا بده في مارياج سيفيل او شيء هيك بنهتم كمان فيهم، بيرثدي للاطفال كمان نعمل. واذا كونفرنس وسيمينار وهيك قبل بكثير وقت لازم يكون في اتصال فيكم وتنسيق معكم، هي بس كرمال نقدر نلاقي اللوكال يلي هن حابينه. لانه بتعرفي بكون بدك تحجزي هذا اللوكال بمحل معين او شيء، فانت بتضطري
انه لتنسقي معهم لتقدري تلاقيهم، لانه بيكون عدد الاشخاص او شيء هيك سي بور سولا مش اكثر من هيك. لازم تهتموا اكثر. ساندي اللي بده يعمل كونتاكت معكم كيف بيقدر ياخذ تفاصيل عن شغل سانت بيرل او يعرف نحن مكتبنا بجل الدياب سات اللي بعدهم فيه يا يمرقوا لعنا يا يتلفونا، احسن انه يكونوا ياخذين ميتنج هيك فيها نقعد على رواق معهم نعرف مزبوط شو بدهم. ورقمنا اوريدي مرق مع الفيسبوك، حتى على الويب سايت تبعونا في كل الصور اللي مرقوا هلا في يشوفوا كمان، او اذا بدهم يقولوا لنا فكره جديده نحن وي ار موست ويلكم. ساندي وليليان اهلا وسهلا فيكم، انتم كمان ويلكم، بنتمنى كل التوفيق بكل الايفنتس، ان شاء الله بيكونوا الايفنتس كثير كثير خلال فصل الصيف. بعد شوي رح نكون مع فاميلي وموضوعنا رح يكون حول اللغه الانجليزيه. بذكركم انه ويندو ويدنج فيكم كمان windowwedding.com يكون ويب سايت تزوروا على موقع على الانترنت وتاخذوا كل التفاصيل اللي حكينا فيها هلا واللي بتشوفوها طيله الايام. بريك ومنتابع.